حبيت نقول اللي هي تجربة حلوة برشا وأنا لهنا باش نخدم برشا مع الصغار على تلحين غنياتهم هما هما اللي كتبوهم هما اللي لحنوهم فبالتالي الاختيار متاعي كان من الأول أنهم يكتبوا بعضهم أنا فما شكون يكتب بعد كنصلحوا مع بعضنا تكست ونلحنوه بشوية بشوية مع بعضنا اقتراحات من بعض الأسامي بطبيعة الحال اللي هي نبني عليها بعدك الأشياء هذيك وهذايا حرك فيهم أشياء كانت مخبية اللي الكلهم ولاو يكتبوا والكلهم ولاو يلحنوا والكلهم تحسنوا حتى في قرايتهم هذه حاجة هامة هامة جدا خلت لنا انطباعات حلوة على خاطر في كل كتيبة في كل غناية فما حكاية خاصة بتاع كل واحد ولا كل واحدة منهم وقبل أنه يحكيها ولا تحكيها وبالتالي نخدم بعضنا على جهة اللي كانت نجم نقوله في بقعة مسكرة وتحلت وبذيك برشا برشا قدموا على خاطر نتفكر من عدة في بعض الحصص اللي فما شكون كان ما يتكلمش بالكل ولا توا عنده سلوك باش يغني انت اللي تنسيني الويل وتطير لي نوم الليل ترجي معك ما زال طويل ان شاء الله تزهى ايام وسنين فما اللي كان يبدا ديما مخبي وتوا ولا هو يبادر باش يجيب النص نتاعو من الاول كان فما نص واحد ولا زوز توا عندنا تقريبا 50 نص معنى هذايا يخلينا متفائلين بهذا المشروع ونجم نقول اللي انا لوبجيكتيف نتاعي مش اتان بركه جي دي باسي براتيكمون لي ليميت نتاع سو كي ايتي اتوندو والحمد لله وان شاء الله تجربه تكون متواصله وهذه القطره الاولى نتاع الشتاء حلوه برشا باش يجي ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير